انعاشوا المحتوى الجزائري عبر الانترنت بتطوير تطبيقات هاتفية من شأنها تقديم خدمات قيمة للمستخدمين، وما يسعى إليه المستثمرون في مجال ستارت اب ليكون لعالم السفر في الجزائر نصيب من الاهتمام عبر تطبيق سياحة ديزاد. التفاصيل مع عقيل حشاني. تريد السفر وبصدد البحث عن أفضل العروض دون عناء البحث والتنقل من وكالة سياحية إلى أخرى، الأمر أصبح ممكن في الجزائر عبر أحدث تطبيقات سياحة ديزاد. Donc on a eu directement l'idée de regrouper كامل les agences de voyage de l'Algérie في une seule application. وهكذا راح نسهلوا على الوكالات باش تكون عندهم une visibility كبيرة، والمواطن المستعمل تاع التطبيق وهو مرتاح في الدار يقدر يشوف كامل العروض اللي يديروهم الوكالات السياحية ويتصل مباشرة بالوكالة ويقوم بالعملية نتاعو. On va dépasser la barre de 4000 téléchargements. Plus, on a 217 agences de voyage au territoire national. Donc, le nombre il est équilibré. ستارت اب تنتعش في الجزائر ليكون تطبيق سياحة ديزاد من بين التطبيقات التي تقدم محتوى يضم خدمات ذات منفعة شبيهة بتلك العالمية. الابليكاسيون اللي يساعدونا احنا اون طون كالجيريان فريمون ناقصين، ما كاش بزاف كاين يعدون على الاصابع، واللي صح يوتيل لي زالجيريان فاني فريمون قلال. اسما سي بور صح حنا رانا نسيو كستارت اب، ولا انا وحكيم ولا اللي معنا كاع رانا نسيو نكريو دي زابليكاسيون يوتيل لي زالجيريان. سيتي نوتر برومي برودوي هذا سياحه ديزاد. هو نموذج لجهود المطورين في المجال نحو تفعيل عالم ستارت اب، فكانت الفكره المبتكره هذه المره وضع عالم السفر في يد المسافرين بلمسه واحده.